تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من التصدي لزحف عناصر المرتزقة وجنود تحالف العدوان السعودي باتجاه تبة المصارية بمنطقة الجفينة غربي مدينة مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن عناصر المرتزقة وجنود العدوان السعودي حاولوا التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في تبة المصارية وخط الأنبوب مسنودين بطائرات الأباتشي وإف 16، وتم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأشار المصدر إلى أن الزحف هو 25 من نوعه الذي يقوم به جنود العدوان السعودي ومرتزقتهم باتجاه تبات المصارية، وكل محاولاتهم باءت بالفشل والخسران أمام صمود واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية.